شوف، لقاء اليوم حقيقة مهم جدا، لأنه اليوم الشباب هم عمود فقري للبلد وهم مستقبل هذا البلد وهم قادة أولادي وأولادك. بنهاية المطاف مهم جدا أنهم يعرفوا الواقع اللي إحنا عماله بنعيش فيه والمستقبل أيضا، ونسمع من الشباب. أما ما يخص الاستثمار والشباب، أنت بتعرف استراتيجية يعني للاستثمار، الاستراتيجية الأولى أنه جعل الأردن يعني منصة للخدمات للشركات العالمية. ولما أحكي لخدمات الشركات العالمية عم بحكي على خدمة التكنولوجيا وعلى خدمة القوى البشرية وعلى خدمة المحاسبة والرواتب وإلى آخره. وهذا إشي موجود في العالم، وإحنا كنا في الهند شفنا شركات كبيرة جدا وإمكانية التشغيل في هذا القطاع عظيمة، وهي تتوافق مع يعني متطلبات الشاب الأردني. ولكن أيضا كمان يجب أنه يكون في عندنا شباب يعني عادينهم إعداد صحيح فنيا وتقنيا حتى يقدروا يقوموا بهاي المهام. إحنا ماشيين بالاتجاه الصحيح، وبعتقد هذه استراتيجية مهمة، وبعتقد أنه لقاء اليوم إيجابي ومهم، ويجب أن يكون في مزيد من هاي اللقاءات سديد.